بلشت بالتمثيل عن عمر كتير صغير وربيت ببيت تاريخه الفني عريق، من المسرح للسينما والتلفزيون وصلت لعنا على سيليبريتي دويتس. أطيب قلب فيهم كلهم اللي معنا إياهم نحنا، كتير بحسها سبيشال بين الكل، بحبها كتير من قلبي. غضامي عندها طيبة قلب مش طبيعية، وقتها تقولي ليان نمري بتقول تضحك، بتضحك ضحكة كتير كبيرة لأنه كتير بتضحكني. بنت عايلة إلها على كل لبنان، بوج أمها كنا نشوف وج أمنا، وبضحكة ووجع بيها كنا نشوف ضحكتنا ووجعنا، وهي عم بتكفي. تاريخ بالتلفزيون ليليان، من نحنا وصغار نعرف إنه ليليان ممثلة وقديرة وبتجيب الفرحة. أول شيء بتشبه أمي كتير، هذا الشيء اللي علقني فيها زيادة، يعني هلأ بحس في عندي أم تاني بالبرنامج. مهضومة وطيبة ونفسية حلوة، ليليان تمرق من حد الأوضة. أبداً ما أنا دايما بقول عنك الملك والحلو. شوفي شو قلت عنك، بقفاك وبوجهك كيف ما برمتوها بتشي واقفة بمسلسلات بالدراما بالضحك بكل شيء. حياتي ما سعيت للشهرة لأني أنا اشتهرت من وقت كنت ببطن أمي، بنبسط بهالشهرة لأني بفتخر بكل شيء عملته لليوم. فيديو المشاهير إطلالاتها المختلفة ميزتها بكل برايم. ولا يا سعيدي يا ولا يا سعيدي حبك والله ما كانش بإيدي. كل إنسان في جانب المضحك والجانب المبكي، هو الجانب الحزين بحياتي أكتر، لأنه بحياتي العادية مني كراكوز، بس بجرب قد ما في اتخطى هذا الشيء، لأنه دايماً بقول الناس ما خصهم. أما اللقب الأحب على قلبه، الفنان الكبير راحل فهمان قالوا ليليان نمري مثل قطعة تلج، كباية ماي بعز الشوب بالصحراء. يعني هيدا أكتر شيء أثر فيي، وأكتر شيء حدا بحس إنه حكي عني بهاي الطريقة بحب. يعني شيرين وعليا وعليا وعبدو أنا دايماً معي، كل يوم الصبح بشرب قهوة أنا وياهم وبحكي معهم وبتخانق أنا وياهم ونتصالح. بعدني أوقات بشم ريحتها لعليا، يمكن هيدا قوة إيماني أو شوقي لإلهم. يعني كلمة أخيرة دايماً يا رب تكون اخرتي مستوره، ما اتبهدل، وبحبكم لتخلص الدنيا.